عمر، انا عايزه اعرف بدايتك مع الهاندبول جت ازاي؟ مين قال لك ان انت هتبقى لعيب هاندبول؟ انت وينج ليفت ولا رايت؟ رايت. رايت، تمام. انت اشول بقى. اشول. تمام. مين قال لك ان انت هتبقى لاعب وموهوب وان انت الهاندبول دي لعبه كويسه؟ مين اختار لك اللعبه اصلا؟ وانا اساسا في البدايه دخلت اكاديميه النادي سنه 2008، كانت لسه مفتوحه الاكاديميه، كان كابتن شمس جمعنا من المدارس وكده ودخلنا الاكاديميه، قعدت فيها 5 سنين. بعد كده دخلت فرقه 2003، ان انا ما كانش لسه 2004 اتجمعت. بس فكابتن رفعت، هو كابتن رفعت المنياوي، كابتن خالد جابر، هم اللي يعني حسوني ان ايه ممكن ابقى حاجه كويسه يعني بعد كده. تمام. بس وبعد كده فرقتي اتجمعت ونزلت وبقيت كابتن الفريق. انت كابتن الفرقه. تمام. طيب قول لي، مين اول حد قال لك بقى ان انت هتبقى، لا انت هتبقى مستقبل وينج رايت منتخب مصر وان انت هتعمل مستقبل حلو وان ليك مستقبل حلو وكل الكلام ده؟ كابتن رفعت ولا مين؟ كابتن رفعت بقى. هو اللي قال. تمام. طيب زياد، برضو عايزة اعرف منك في البداية ازاي اخترت لعبة الهاندبول؟ مين اول حد برضو قالك ان انت هتبقى موهوب وان انت هتكمل وهتقدر ان انت تعمل حاجة؟ وعايزة اعرف مركزك بالمناسبة. انا بلعب سنتر هوف، بدأت في مدينة نصر 2011. تمام. كابتن اشرف الشيخ هو اللي علمني اللعبة، ربنا يديله الصحة يعني. يا رب. بس ومرينا بقى بكذا مدرب، مع كابتن شريف وكابتن تامر وكابتن هشام لغايه كابتن عبد الكريم، طبعا احسن مدرب في مصر. طبعا كابتن محمد. مش بقول كده عشان هو قاعد والله. لا انا حضرته كمان ودربني فتره وكل الكلام ده، وعارفه ان هو فعلا من المدربين اللي عندهم جرينتا كده، انت بتحس ان هو طول الوقت بيحمسك وطول الوقت. هو ما بيلعبش غير على بطوله، هو بيعرفش يلعب غير على بطوله. انا طول عمري من ساعه يعني ما وعيت على الهاندبول وشفت كابتن محمد عبد الكريم، مش عايزه اكبرك، انا اصلا صغيره في السن انت عارف. من ساعه ما بجد وعيت على الهاندبول في نادي الزمالك، كابتن محمد عبد الكريم دي طريقته وده اداؤه. هو فعلا قلت لهم ان هي كانت من اللعيبه الكويسه جدا، اكتر لعيبه كانت بتتخانق مع الحكام والمدربين. المدربين لا لا الحكام بس. بس فانا فعلا يعني طول عمري دي شهادتي في كابتن محمد، انه راجل ما بيعرفش يلعب غير على بطوله بالتاكيد. طيب يعني انت سنتر هاف الاساسي ولا؟ لا الاساسي الحمد لله. طيب تمام زي الفل.